في مثل هذا اليوم اللي هو يوم عاشوراء يوم غدا حصل موقف تاريخي. فرعون عليه من الله ما يستحق أراد أن يقتل موسى عليه السلام ومن معه، فأخذوا يتبعون قوم موسى وموسى يهرب منهم هو ومن معه حتى وصلوا إلى البحر، فأصبح البحر من أمام نبينا موسى عليه السلام والعدو من خلف اللي هو فرعون ومن معه. فقال أصحاب موسى إنا لمدركون، أي هذه النهاية، يعني العدو من الخلف والبحر من الأمام، خلاص هذه النهاية. فقال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين. وهذه رسالة لكل إنسان ظن أنه وقع في مأزق أنه لن يفرجها عنه أحد، هذه رسالة من سيدنا موسى أحسن الظن بالله. فقالوا إنا لمدركون، فأوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام فأوحى الله عز وجل إلى سيدنا موسى أن أضرب بعصاك البحر، فضرب موسى عليه السلام نبينا البحر فانفلق هذا البحر بأمر الله عز وجل، فأصبح طريقا يبس. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعبر موسى ومن معه. ثم أتى فرعون يريد أن يعبر مثل ما عبر موسى، فأمر الله عز وجل أن يعود البحر كما كان، فأغرق فرعون ومن معه، ونجى الله عز وجل سيدنا موسى في ذلك اليوم. وحينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فحينما سألهم قالوا نصوم هذا اليوم شكرا لله إن الله عز وجل نجى موسى في هذا اليوم، فقال عليه الصلاة والسلام نحن أولى منكم بموسى، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. وقال عليه الصلاة والسلام إني أحتسب على الله أن يصيام يوم عاشوراء أنه يكفر السنة الماضية، يعني صيام تقريبا 11 ساعة يكفر بإذن الله ذنوب سنة كاملة، وهذا فضل من الله عز وجل. اللي ما له يصوم اليوم اللي هو يوم قبله لا يفوتكم بإذن الله عز وجل غدا، لا تنسون هذا اليوم الفضيل بإذن الله عز وجل تكفر ذنوب سنة ماضية. أسأل الله أن يكفر عنا وعنكم جميع الذنوب. آمين.